انا وصغير كنت اقضي وقت كتير بالاتليه، لانه انا كنت اروح المدرسه اعتبرها انه خلصت المدرسه، يعني خلصت كل شيء، اجي دغري على الاتليه عند اهلي وضل معهم بين ايديهم، يعني تلاقي بدله رايحه بدله جايه، شوف بيي كيف عم يدير الامور بطريقته هو، شوف كيف عم يمشي ويتابع الشغل. استوحيت من جو الاتليه، بس انا كتير بهمني الطبيعه، بحب امشي وكيف ما امشي بلاقي حالي عم فتش على combination of colors، فكر كيف ممكن اخلق روح جديده للكاتس. بستوحي كمان من السينما، الشخصيات وحقبات من الموفيز بيعطوني هنتس وافكار عديده، مثل لاخلق الكاركتر لازم لبالو الوان كات combination، كل هول الديتيلز بيخلق الكولكشن. الديتيلز هني بشغلي من أهم شيء قدمته أنا أول ما بلشت اللاين تبعي، يعني اشتغلت كتير على الديتيلز، على العروة، على اللون العروة، موقع وين بدها تكون العروة، البطانة من جوا، الديتيلينج من جوا، تجديد الديزاين أو تجديد الديتيلز بأي كات أو بأي بدلة تتوقف على روح الموديل. يعني اليوم أنا إذا بدي أعمل كولكشن بتباين 7 سنين، بدي أعمل كولكشن فيها سبيريت، ما أكيد بدي استعين بالكلاسيك بيس، ومنها أنا بنطري بعمل ديتيلز بتشبه كاركتير نمرس عادي 100%. أنا جاي من باك جراوند شرقية وهذا الشيء أثر كتير على شغلي، وبما أنه بتابع الموضة بالغرب جمعت التو ستايلز وطلعت بكوب نمر سعادة. مثل الولد الصغير يلي بيتعلم البيهيفير المزبوط من أهله، هيلا وهيدي إيه وكيف بتعلم الحكي والمشي، يصير يحكي أكتر ويصير يفسر ويعبر. هيك أنا تعلمت، بتعلم هالشغلة من أنا وصغير، يعني بيي وجدي وعمي وعمي، صرت اليوم نمر سعادة هوت كوتير من ورا خبرتهم هني اللي أنا أخدتها اللي ربيت معهم، واليوم عندي فاميلي صغيرة أراوني بتساعدني كمل المشوار مثل أخواتي بونيتا ونسرين. نمر سعادة ليجاسي، نمر سعادة فاميلي، نمر سعادة هيستوري.